مسيرة تضامنية مع ساكنة بحراوي انطلاقا من الحادثة تاع الطفلة البريئة هبة اللي راحت ضحية الإهمال وغياب الوقاية وغياب التأمين للمواطنات والمواطنين. وحنا بالنسبة لنا هذه الحادثة ستكون درس للمسؤولين وعبرة للعمل المباشر من أجل توفير الوقاية للمواطنات والمواطنين والأمن لهؤلاء المواطنين، لأننا كنشوفوا أن الميزانيات كتمشي في أمور غير لائقة، بينما الأمور اللي كتقتضي الوقاية والأمن للمواطنين لا تعطى لها ما يكفي. هذه وقفة تحية لروح الشهيدة هبة اللي ذهبت ضحية ديال عدم تحمل المسؤولية من طرف السلطات والوقاية المدنية، وهذا تيبرهن أن المواطن ما عنده حقوق في هذه البلاد هذه، بأنه مهان وما عنده كرامة. والوقفة ديال اليوم هي تحية لروح هبة، روح هبة الشهيدة اللي مشات ضحية، واللي حنا كنوقفوا اليوم باش نرسلوا لها التحيات وندينوا كل الممارسات اللي ما كتنقدش المواطنين، ما كتساعدش المواطنين، ما كتعطيهمش الكرامة، ما كتعطيهمش الحرية، ما كتعطيهمش الديمقراطية. هذه دولة في الحقيقة ما كتحملش المسؤولية ديالها تجاه المواطنين ديالها، لأن هاد الشابة كانت كتحلم باش تكون إنسانة في هاد البلاد هادي، تعيش بكل حرية بكل كرامة، وفي نهاية المطاف يعني كتنتهي هاد النهاية المأساوية، وهاد النهاية المأساوية هي إدانة لكل مسؤول لا يتحمل مسؤوليته. تحية والتعازي ديالنا للعائلة ديالها، والتعازي ديالنا أيضا لأهل وسكان مدينة علال البحراوي، ونحن متضامنون وسنبقى متضامنون، وإدانة مرة أخرى لكل ما لا ينقض المواطنين ولا يتحمل مسؤوليته في رفع الحيف والظلم عن المواطنين ولا يعطي الحقوق للمواطنين. المواطنون كيقوموا بالواجبات ديالهم والدولة لا تقوم بالواجبات ديالهم، وما مثال هبة التي احترقت معلقة في شباك حديدي إلا إدانة لهذه الدولة، إدانة لهذه الدولة ولكل ما لا يتحمل المسؤولية. اليوم حنا كنتواجدوا في سيدي علال البحراوي في محطة احتجاجية بعد الفاجعة ديال الطفلة هبة اللي تحرقات في شرجم أمام الملا، واللي الوقاية المدنية تعطلت عليها بزاف وتأخرات وكان تماطل. وبحال اليوم اللي كاين هذا الاحتجاج كاين جميع أنواع أشكال القمع هنايا، من جدرمية من خزنية، من لو كان هاد الناس اللي تحركوا اليوم حركوهم، لو كان حركوهم نهار الحد ما تكونش ماتت ديك البنيته في النافذه، لو كان حركوهم، لو كان هرسوا ذاك الحديد وخرجوا البنيته. مع الاسف ارواح ديال المواطنين عندنا بحال ما كتسواش تبصله في هذه البلاد، والكرامه ما كتسواش، كيخصنا نناضلوا على الحريه والكرامه. وهذه القضيه ديال هبه ماشي قضيه هبه وحده ديال بنت الشعب، هي قضيه ديال هبات ديال بنات الشعب، وقضيه ديال اهانه الكرامه في هذه البلاد. وتحيه. حنا اليوم هنايا من اجل التنديد بمقتل او بحرق ديال الطفله هبه. هاد الطفله هادي اللي ما نقاتش اللي يعتقها، الوقايه المدنيه كيحضروا غير في المسيرات والوقفات ديال اللي كيطالبوا بالحقوق ديالهم، ديك الساعات كيكون عندهم الماء سبحان الله موجود.